السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في هذا النقل المباشر لأخبار الكان، أخبار المنتخب الوطني قبل ساعتين من الآن، بالتحديد موعد النهائي الذي ينتظره كل الجزائر، تنتظره كل الجزائر، اللقاء الذي إن شاء الله يتمنى أن يكون في صالحنا والفوز بالكاس، كاس أمم إفريقيا 2019، رهان كبير على أشبال في الماضي لإدخال الفرحة وسط الشعب الجزائري. وسيكون معي في هذا النقل المباشر المدرب الشاب نور الدين ماروك، أهلا وسهلا بك ديدي. سمير وتحياتنا للمشاهدين الكرام. إن شاء الله. وأيضا سيكون معي يوسف شكر، أهلا وسهلا بك. أهلا بك سمير بادي، أهلا بك سي ماروك. قبل ما تقدم وليد، أهلا بك زميل وليد مرزوقي. دقيقة فقط قبل ما نبدأ سمير، بودي أن أهنئ جميع الفائزين المتحصلين على شهادة البكالوريا، من بيناتهم دنياوي عابير وأيمن مناري، وكذلك شعيب جولاح اللي تحصلوا على شهادة البكالوريا، فألف ألف ألف مبروك. هذه في الختام خويا. لا ما عليك، ما ننساش بيسك اليوم راح نحكيو لا بريسيون تاع الماتش صافي تعرف. خلاص حنا اللي عندنا وليد نخليهم للآخر. وأيضا سيكون معي وليد مرزوقي، ورحب بك وأهلا وسهلا بك وليد. مرحبا بك سمير، أنا على الأعصاب. المنتخب الوطني إن شاء الله بعد لحظات راح يواجه المنتخب السنغالي، كل الأنظار مصوبة نحو العاصمة المصرية القاهرة، إن شاء الله تكون فيه نتيجة إيجابية إن شاء الله. رانا اليوم بألوان الجزائر ما فيهاش غير ديدين، عنده كارتون كارجون. زيدان قال لك انا ما نلبسش كثيرا الالبسه الرياضيه. ان شاء الله، لكن عنده في كلامه كلش رياض. اكيد اكيد. ان شاء الله. نبدا بالحدث، اين الانظار ستكون مصوبه نحو ملعب ستاد القاهره الدولي، في الذي في هذه الاثناء تجرى مراسم اجراء حفل الختام بطريقه ولا اروع. ننتظر فقط ان تكون صور وليد لمعرفه هذه الاجواء السيدة هناك بالقاهرة المصرية. أيضا سنتعرف أيضا على الأجواء التي صنعها أنصار المنتخب الوطني قبل الدخول إلى الملعب، وعن هذه المباراة يقول الزميل وليد مزوقي في هذا التقرير. بجيل ذهبي وبمدرب استحق الثناء والتقدير، أراد المنتخب الوطني أن يعيد للجزائر أمجادها وهيبتها القارية. سجل يا تاريخ الجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية. بمصر العربية كتب أشبال الخضر فصلا جديدا في ثنايا الكرة الإفريقية. تألق محرز وتفنن يوسف وتعملق بن ناصر. مجموعة من اللاعبين قادهم مدربهم بالماضي وزرع فيهم كفاحا تميز به فغولي، وصمودا جسده قديورة، وصلابة فرضها بالعمري. عن جدارة واستحقاق تأهل المنتخب الوطني إلى نهائي كأس الأمم. فلا السنغال ولا غينيا ولا الكوديفوار ونيجيريا تمكنوا من إيقاف زحف المحاربين الذين منحوا للجزائر وشعبها فرحة هستيرية لم نشهدها منذ سنين عدة. أخيرا جسد المحاربون حلم الملايين من الشباب الذين لم يشهدوا في تاريخهم نهائيا كانت الجزائر طرفا فيه. وأخيرا اقترب الجيل الحالي من تحقيق إنجاز سيمنح الجزائريين الفخر والاعتزاز بمنتخب بلادهم مشرف الراية الوطنية في المحافل الدولية. وهذه الجزائر إن شاء الله نتأمل أفراح وليد مرزوقي مع نهاية المباراة، وأن يكون تكون الكأس من نصيب الجزائر. وليد شفنا كتبت هذا التقرير يعني من قلبك. أكيد لما الأمر يتعلق بالجزائر ربما الكتابة تكون بالأحاسيس أكثر منها التقنية. المنتخب الجزائري اللي راح يواجه بعد لحظات إن شاء الله المنتخب السنغالي جاهزية كبيرة أبداها لاعبون خلال الحصص التدريبية، تصريحاتهم لوسائل الإعلام تؤكد
يؤكد على التركيز الكبير من قبل اللاعبين ومن قبل المدرب جمال بالماضي الذي يؤكد في كل مرة على عدم الضغط على هؤلاء اللاعبين من خلال المطالبة بالتتويج القاري الذي نتمناه إن شاء الله أن يكون جزائريا أمام السنغال. سنغال ليس سنغال دور المجموعات الذي سنواجهه في المباراة النهائية. أكيد أنه اليوسيسي راح يغير الكثير من المعطيات، راح يغير الكثير من الخطط التي ينتهجها أمام الجزائر، بما أنه يعرف نقاط القوة، يعرف نقاط الضعف، كما يعرف أيضا بالماضي نقاط وضعف قوة السنغال. المباراة راح تغير زميلي سامير، أكيد أنها لن تكون مباراة دور المجموعات أمام السنغال. نعم ماروك، مباراة ليست مباراة دور المجموعات، الجزائر السنغال نهائي واعد بين منتخبين. الأول السنغال كان مرشح على الورق وهو وصل إلى النهائي، الجزائر نقول مفاجأة هذه الدورة بالدور الذي قدمه لحد الآن. طبعا المقابلة اللي جاية يختلف، يعني بين المقابلة تاع دورة المجموعات والنهائي ماشي كيف كيف. الفريقين يتعرفوا بيناتهم، يعني زوج مدربين ديجا أصدقاء، يعرفوا نقاط القوة ونقاط الضعف تاع كل فريق. مقابلة ما تكون سهلة، يعني المقابله راح تكون سور سور لي بتي ديتا، يعني الجزئيات الصغيره. و جو بونس كو الفريق تاعنا الى مونطري كو المدرب تاعنا الى مونطري كو il détient ces clés là au niveau des petits détails parce que si on voit المردود الفريق من المقابله الاولى للنصف النهائي، يعني يتحكم في البتي ديتاي، يحط راسه مع قاع الاشياء اللي تخليه باش يفوز بالمقابله، وهذا مؤشر ايجابي خلينا مرتاحين في هذا النهائي. اللي ان شاء الله نتمناه كل جزائري وحنايا باش نفوزوا بهذه المقابله ان شاء الله. واش الايجابي ايضا سمير، تحدثوا كوتش على ربما تشكيله المنتخب السنغالي اللي غاب عنها كوليبالي كما يعرف الجميع التقنيين، كما يعرف كل الجمهور المتابع. اليوم صاني كان تعرض لإصابة في أول مباراة للمنتخب السنغالي أمام تنزانيا، راح اليوم يكون أساسي في محور الدفاع رفقة الشيخ كوليبالي الذي عوض صاني في المباراة الأولى أمام في المباراة الثانية أمام السنغال. اليوم راح يكون محور دفاع ربما بالنسبة للمنتخب السنغالي، صاني غير جاهز 100% بما أنه غاب عن كثير مباريات. هل كتقني تعتقد أنه هذه نقطة إيجابية حسنا فيها بالماضي خلال هذه المواجهة؟ هي نقطة إيجابية، لأنه نعرف خصوصياته ولي كاليتي دو كوليبالي، سي الميور ديفونسور في الشامبيونا ديطالي مع أحسن مع من بين أحسن الفرق نابولي. يخصك لاعب كيما كوليبالي، يعني هذا شيء إيجابي لينا، لكن أنا كتقني نستعرف بالكوليكتيف، يعني بأن رجليها الكرة القدم هي رياضة جماعية، يعني الكوليكتيف كي بريم سور لو روندمون تاع كوليكتيف، لكن في محور الدفاع محور الدفاع ياثر عنده. واش قلت لك انا، يعني بديت لي كاليتي تاع كوليبالي يساعدنا، يقدر تكون مقابله يقدروا يؤديوا بالك السنغال احسن ما كانوا يؤديوا في المقابلات الاخرين. لانه قلت لك يعني المردود هو جماعي ما راهوش فردي. لهذا يعني يقدر يعاوننا من هذا الجانب، لانه خاصه باش نولي الكلامك بوزيتيف، لانه خاصه في الكرات الثابته بالنسبه لهم يعني يكونوا احسن من كانوا، يعني داروا لنا بزاف دونجي في المقابلات الاولى، وهو بالاخص كانت الكرات كلها مصوبه له، يعني يخص من الناحيه الهجوميه ديجا في الكرات الثابته، والناحيه الدفاعيه يعني يخص لانه عنده ان بوا دون كوليكتيف تاع السنغال. لكن اللي عوضوا في النهائي يعني بلا موتيفاسيون تاع لا فينال اي تو سيرتينمون يبا مثلا ان بون روندمون ان شاء الله. يوسف شكر، الضغط بدا وما المباراه، يعني كل الانظار راهي تسنى في هذا الماتش هذايا، يعني كيفاش راك تشوف دخول العناصر الوطنيه في هذا اللقاء مقارنه بمواجهه نصف النهائي؟ نبدا لك بالاخر اخر اخر سؤال،
الضغط صحيح أنه الضغط ضغط رهيب لمباراة النهائي. جل اللاعبين أو كل لاعب ما كاش اللي وصل لنهائي كأس أمم إفريقيا. لازم نركزوا على نقطة مهمة اللي بدأ بها المدرب جمال بالماضي من بداية الدورة إلى غاية مباراة اليوم، هو التحضير النفسي اللي نجح فيه بالماضي يعني إلى أقصى أبعاد وإلى أقصى درجة، كيف لا، وهو الذي يعني قبيل كل مباراة تلقاه يعني يتحدث مع اللاعبين يعني بطريقة تقول يعني طريقة محترمة، طريقة يعني ثقة. طريقة إبداء وإعطاء الثقة للاعبين الذين هم واعون بحجم المسؤولية. في تصريحات جل اللاعبين يعني تشوف تصريحات تاعهم يقولوا بلي يعني مسؤولية، أكيد أنه مسؤولية ثقيلة راهي على عاتقهم، هم واعون بالمسؤولية. مباراة بعد مباراة اللاعبين كسبوا الثقة، كيف لا، وهم يعني أدوا مباريات في هم اللي راح ينشطوا النهائي بطبيعة الحال، هم اللي راح ينشطوا النهائي وما زال عندهم هذه الثقة. تعيا ودي احنا تفوقنا على المنتخب السنغالي في الدور الأول، يعني موش المنتخب اللي راح يشكل عليهم صعوبة بالرغم من صعوبة اللقاء سمير بادي. نعم، مسؤولية كبيرة دي الدين على المنتخب الوطني، لاعبي المنتخب الوطني أمام فرصة لدخول التاريخ، يعني مباراة محضر لازم تكون محضر لها خاصة من الناحية النفسية والذهنية لتقديم مباراة في المستوى، خاصة وانت قلت انه راح تلعب على جزئيات صغيرة. هي التحضير النفسي هو ديجا كي لو فات داتر اون فينال سي زو دير ديجا لي تحفيز اللاعبين موتيفي اون افي ديجا. التحضير السلبي، الضغط السلبي كان قبل بداية هذه الدورة. نعم. يعني باسكو ليكيب ناسيونال راه توشي الفون او نيفو دو روندمون او نيفو دي ريزولتا. جو بونس كو اللاعبين كي جاوا كي كانوا حين يبداو هذه الدورة كانوا بضغط سلبي. نعم. لأن نحبوا ولا نكرهوا اون دو طالون دون سيت ايكيب، عندنا لاعبين ممتازين، لهذا المردود تاعهم مؤخرا ما كانش مليح. سو دير عندهم كل ما يجوا للفريق الوطني عندهم ضغط سلبي. نعم. لكن بعد مرور الوقت كما قال خويا هذاك الضغط السلبي ولا ضغط ايجابي ولا كسبوا الثقه ولا كونفيونس جات. سو دير دوك اللاعبين نقدروا نقولوا قدموا ما يمشيو في الدوره، قدموا يلعبوا مقابلات، قدموا ما دابيهم يزدوا يلعبوا. بالك لو كانت تسقسي عليهم نقول لك ما دابيا ما نلعبش فينال، نزيد نتقدم خلينا من اللي يربحها، ولا لانه كي تكون عندك هذيك الضغط هذا الايجابي هذايا كما نقولوا بالعاميه احنا تحلالك تلعب ولد الرغبه بالفوز لدى اللاعبين. هو الشيء اللي ما شاهدناش في الدورات السابقه، اسمح لي قاطعك كوتش، في الدورات السابقه سواء كنهائيات كاس امم افريقيا او حتى مباريات افريقيا. نعم. ما كناش نشاهدوا هذا الرغبه وهذا الحماس وهذا الوطنيه، يعني الوطنيه الزائده من قبل عناصر. بالك هذه هي الوطنيه الزائده اللي راح تجيب لنا الكاس اليوم. زيد اون بليس لومبيونس كي ران اون سان دو جروب هذايا، هذاك كل خلي هاد اللاعبين دوكا حنا عشنا ديرو جروب مون كيجوزو ملاح تا با اون فيد كيتي عباك. نعم. تحب تزيد تكمل تالمون لومبيونس بيان سور تاع لي جوار اكزيست، الاداره اكزيست دوبي الموتيفاسيون دارها بالماضي. سي 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 بالماضي حنا قلناها في الحصص السابقه. نعم. وباش نولوا الحاجه الفوز بهذا، هاد اللاعبين من بدايه الدوره للدومي فينال ايزون مونطري كو سي دي جوار كومبيتيتيف. نعم. لا ديفينيسيون دان جوار كومبيتيتيف سي كوا، سي تغاني لي تيتر. صح. الشغف تاعو هو حصد الالقاب، ما تكتفيش انه تقول باللي نربح وخلاص. نو انجاز بالنسبه ليا لحقت فينال. سي دي جوار كومبيتيتيف ايزون مونطري ايزون اسوا في لا فيكتوار. دير اليوم اون فوار لو ميم ايطا ديسبوري كو كينيا كو كوت ديفوار كو نيجيريا اوجوردي بالك بلوس. صح. بلوس انا صراحه لو روندمون تاعهم في المقابلات واش راح نشوف بلوس، باسكو شفنا مستوى كبير، مستوى الله يبارك، مستوى ايزون مونطري مستقر ما كانش متذبذب ومستقر. ما شفناش منهم مارغري كنا نجوزو في دي سيركونستانس دي فوا ايغاليزاونا دي فوا دوميني بار لادفيرساري تو مسحونا غاردي سيتي ايطا ديسبري. والدليل على ذلك ربحنا لي ماتش صالي واش تعطينا اسبوا
الاسبوار في النهائي تاع اليوم ان شاء الله. وليد، الجزائر امام فرصه دخول تاريخ، السنغال كذلك، السنغال بمشاركه في نهائي واحد 2002 خسروا امام الكاميرون بضربات الترجيح، اليوم هو ايضا يطمح لدخول التاريخ، يطمح لكتابه اسم في تاريخ المنافسه الافريقيه، اللاعبين ايضا متعطشين ل يعني معانقه هذه الكاس، يعني من جهه الجزائر بنفس الطموح، الجزائر والسنغال. أكيد سمير، السنغال كما ذكرنا لعب نهائي واحد اللي هو أمام الكاميرون سنة 2002، لم يسبق له التتويج بكأس أمم إفريقيا. العديد من الفوارق بهذا الجيل اللي متعطش هو أيضا. أكيد المباراة كما قال الشيخ، التواجد في النهائي هو تحفيز هو في حد ذاته تحفيز بالنسبة للاعبين. ربما اللاعبين الآن كل تركيزهم على أنه راح يدخلوا تاريخ، راح يرجعوا بالكأس إلى السنغال، البلد الذي يتنفس كرة القدم والبلد اللي خرج الكثير من اللاعبين الكبار. بالنسبة لهذه المباراة أردنا أن ربما نتحدث عن بعض الفوارق ما بين مدرب أليو سيسي وبين المدرب جمال بلماضي، أيضا حارس مرمى المنتخب السنغالي وحارس مرمى المنتخب الوطني رئيس وهاب مبولحي. بالنسبة لبلماضي وأليو سيسي لو زملاء في الخارجي يقدمون صورة تاع الإحصائيات السيد أليو سيسي والكوتش جمال بلماضي. أليو سيسي ليتواجد على رأس المنتخب السنغالي منذ ربما خاض 1595 يوم رفقة المنتخب السنغالي، على عكس السيد جمال بلماضي 349، خاض أليو سيسي 45 مقابلة رفقة المنتخب السنغالي، بلماضي 15 مقابلة، فاز بلماضي في 11 مقابلة 29 لأليو سيسي، التعادل كان 3 للمنتخب الجزائري بقيادة بلماضي في المقابل 10 تعادلات خاضها المنتخب حققها المنتخب السنغالي، الخسارة 6 مباريات خسرها المنتخب السنغالي مقابل خسارة واحدة للمنتخب الجزائر رفقة بلماضي. اللاعبين اللي استخدمهم بلماضي خلال الإشراف على المنتخب الوطني 47 مقابل 57 بالنسبة لأليو سيسي. بالنسبة لحراسة المرمى، لو نتحدثوا لأنه منصب حراسة المرمى الآن زميلي سمير كان في وقت مضى كان يقولوا أنه حارس مرمى هو 50% من المنتخب، الآن أصبح 75% لو شطرنا رأي السيد ماروك، لأنه منصب الحارس المرمى أصبح حساس جدا في منتخب الوطني. بالنسبة لغوميز حارس مرمى السنغال، دقائق التي لعبها لعب 390 دقيقة رفقة المنتخب السنغالي، مبولحي 570 دقيقة بالنسبة للمنتخب الجزائري، 10 تصديات لغوميز في المقابل 13 تصدي. بالنسبة لربما النسبة المئوية، نسبة النجاح في حراسة المرمى، يتفوق غوميز لحارس مرمى السنغال ب 100% بما أنه فريقه هو أفضل دفاع في هذا الدورة. بالنسبة لي تلقى هدف واحد اللي سجلت عليه الجزائر. أكيد، وكان صد ضربة جزاء أيضا على عكس مبولحي اللي صد فقط خلال ضربات ترجيح أمام كوديفوار. نعم، وتلقت شباك الجزائر هدفين، فيما تلقت شباك السنغال هدف واحد. هذه هي الحصيلة شيخ ماروك للمنتخبين تقريبا، لأليو سيسي والمدرب جمال بلماضي. كل شيء نعم. معنا معاد على المباشر، نعطيه له معاد بيا الهاتف. معاد مساء الخير، تحية مجددة إليك. معاد وضعنا في الصورة، وكيف هي الأجواء بملعب ستاد القاهرة الدولي، خاصة مع وجود تقريبا ما يقارب 20,000 متفرج جزائري وعلى غير العادة؟ نعم زميلي سمير، حتى انا في الكوره استاد القاهره ممتلئ الاخر في هذه الاجزاء، سواء بالجهه المخصصه للمنتخب الوطني الجزائري او الجهه المخصصه للمنتخب السنغالي الذي يتواجد الى جانبهم جماهير المنتخب السنغالي، تتواجد الى جانبهم الجماهير المصريه التي ابت الى ان تساند في هذه المواجهه وسودت فرنسا في مواجهه انجلترا. نعم معاد، ماذا عن دخول لاعبين الى ارضيه الميدان و40 دقيقه تفصيل عن انطلاق المباراه؟ نعم جميل التغيير، ال40 دقيقه اللاعبون دخلوا قبل 10 دقائق بالضبط الى ارضيه الميدان لانتهاء الاحداث، توجهوا الى جهه الجهه التي يتواجد فيها انصار المنتخب الوطني، حيهم هم يتواجدون امام المنعرج الذي يتواجد فيه جماهير المنتخب الوطني الجزائري، يجرون الاحصاءات قبل بدايه المواجهه كما قلت باقل من 40 دقيقه.
هنا خطة التشكيلة الأساسية ستدخل المواجهة وباعتبار التي وحاب رئيس كل هذه العلاقة كمل بالعافية إسامندي ورابط الزعيمي معاذ لا نسمعك جيدا معاذ ميدان تميل التغيير فكل من يقول بالناصر وعدنان جبيورا في الهجوم الثلاثي محل الزعيمي وبوشا. نعم معاذ شكرا لك وإن شاء الله كل التوفيق للمنتخب الوطني. ديدين نتحدث عن التشكيلة، التشكيلة يعني لم تتغير مقارنة بالمباريات الماضية، أيضا نفس الشيء مبولحي زفان بن سبعيني بالعمري ماندي قديورا بن ناصر في غولي بالليلي محرز وبونج، هذه هي التشكيلة الأساسية بدون تغيير. كانت متوقعة يعني من المقابلة الأولى ويعني باستثناء عطال باستثناء عطال لا بليسير جو بونس كو سا فيزيون الجروب اللي بدا به كأس افريقيا هذا الماتش تاع كينيا والتغييرات تاعو باينين يعني في الشوط الثاني قرا اللعب بارابور لادفيرسير داير ثقه في هذا الجروب اللي ريكوندوي ميم بور لا فينال ان شاء الله النهائي ننتظروه يعني بلاعبين هذوما يوسف اللي قدموا مباراه كبيره يعني منذ مباريات كبيره منذ بدايه الدوره نفس التشكيله اللي راحت لواجهه نيجيريا هي اللي راح تدخل اليوم امام السنغال يعني كل شيء راهو واجد لي ان شاء الله نقدم مباراه في المستوى ذلك ما نتمناه بخصوص تشكيلة بالماضي أكيد أنه لن يغامر ويحدث تغيير في على مستوى التشكيلة تشكيلة فائزة في جميع المباريات لما التغيير يعني لن يغامر بالماضي في إحداث تغيير في التشكيلة كما قلت أكيد أنه اللاعبين اليوم فوق أرضية الميدان قد حضروا جيدا لهذه المباراة من خلال التدريبات المنصرمة أو من خلال حتى طريقة من خلال الكلام اللي كان وجهوا لهم جمال بالماضي هم واعون بحجم المسؤولية ونتمنى انه المسؤوليه هذه اللي راهم واعيين بها يعني تكون وتجي وتحصد الثمار اللي هو العوده بكاس القاريه ان شاء الله. ان شاء الله. قبل انجيليك وليد نروح نشوفوا هذه الاجواء اللي صنعها انصار المنتخب الوطني قبل الدخول الى الملعب. ان شاء الله لا فيكتوار ديو لا كوب
وان شاء الله نعودوا زاهيين من الجزائر العاصمه ان شاء الله. تحيه الجزائر وتدري البرازيل تاعنا خويا كحلوشه تاعنا عليكم. الحاجه الاولى نشكروا الشعب المصري على حسن الضيافه تاعو والكرم تاعو. حنايا رانا هنا في قريب 15 يوم اقسم بالله العلي العظيم بيتونا في ديارهم وكلونا شربونا. والحاجه الثانيه رانا جايين هنا ان شاء الله ماشي با نتفرجوا، رانا جايين باش ندوا لاكوب. حنايا اللاعب رقم 12 ان شاء الله ندوها يا خو، وهذه هي محرز خويا ومن الكبار خويا ان شاء الله نجيبوا ان شاء الله الثانيه النجمه الثانيه يا اخو النجمه الثانيه برك يا اخو شي وبربي ان شاء الله بربي ان شاء الله نديو لا كوب ونزهو في القاهره ونديفيليو وندو عسكره كما يحبوا ملاحه ولا قباحه وان شاء الله يا ربي لاجيري شامبيون ان شاء الله يا رب. حنا عرقنا وتعبنا وشينا من بارتو من المونتونتي ماذا بكم تشمخوا تريكو كما شمخنا حنا في الدخله برك. يور ايكيب اللي تلعب في تيرا مبروك عليها سواء السينيغال سواء الجزائر بصح حنا ندوها باذن الله بيسك لا كوب هي اللي حبتنا وان شاء الله يا اخو نفرحوا كاع الشعب الجزائري. حبيبي شفت النجمه هذه 29 سنه وهي عايشه وحدها، اليوم جينا نكملوا لها نصف الدين ورا لو كان ما كملنالهاش اليوم نصف الدين هاي راح تبور اليوم باذن الله ندو لا كوب. والحاج عدلان يلزم تجي معنا نسلم عليك كوكو. السلام عليكم ربي يحفظك هاك خسيت فيها الحاج ان شاء الله يا ربي يجينا مزيان ان شاء الله جهدنا ما يروحش هكذاك برك يا ربي ان شاء الله ربي يفرحونا دعاء ان شاء الله يا ربي. عامر بوحه ان شاء الله نديو الكحلوشه ونروحوا 1-2-3 في فالاكزيري فيف لوميديا ونروحوا شفاو كل يوم ان شاء الله 1-0 نربحوا باذن الله ونروحوا بيناتي في البيناتي 1-0 بيناتي ان شاء الله 2-0 بالدوزيام ما شافوش ان شاء الله نربحوا هذا المكان وندو الكحلوشه معنا للجزائر ونحتفلوا بها في ساحه الشهداء 1-2-3 في فالاكزيري. هذه هي الاجواء التي كبيره التي يصنعها انصار المنتخب الوطني فريده من نوعها ديدين. هذه الاجواء صافي بليزير واش كنت رايح ومن بعد تمنيت لك راك تفضل الاخر ما رحتش الله رايح معليش دائما يبقى الجمهور الجزائري ديدين فريد من نوعها عاوي عاوي في سوا في كلوب تاعنا ولا كونتي ساجي ديك في ناسيونال اكشت 20000 يعني لو كان تشوف هكذا ديدين تصور وكان في 5 جولي والله ما لعبت شاكر لو كان هذه جانب تاع صحة بليس دو بي يروحوا اكثر. نعم وليد في يوسف تعليق على الصوره هذه يعني جمهور السنغال منا ننتظروا ان شاء الله الجهه الاخرى الجهه المقابله للجمهور الجزائري. لا مثل ما قال زميل معاد نمرودي الملعب امتلئ عن اخره منذ حوالي ساعه او ساعه ونصف. يدخلوا بكري يوسف يعني رغم التنظيم رغم يعني الاجراءات اللي كانت يعني في المستوى الا ان الجمهور الجزائري ومن يريد تفويت النهائي سمير بادي بطبيعه الحال نهائي يدخلوا بكري ناهيك عن مع الدخول المجاني يعني هنا احنا في الجزائر لو كانت تروح تشوف الان ملعب 5 جويليا او ملعب تشاكر يعني المدرجات بدات تمتلئ منذ الساعه الرابعه بعد الزوال يعني تشوف انه الصور مثل هذه عودنا عليها المناصرين الجزائريين متعودنا على نعم. على هذا الصور الاجواء اللي يسمعها صغير وكبير يعني العالم الوطني هنا هذه يا وليد صور سواء سمير انا ربما نشوف هذا التوافد الجماهيري الكبير على العاصمه المصريه القاهره نعم. صحيح الجزائريين خاصه في هذا الظرف الحساس الذي تعيشه البلاد هم محتاجين نعم. لفرحه مثل هذه محتاجين لكاس امم افريقيا تنسيهم هموم ربما البلد وهموم المشاكل التي يعيشونها في الاونه الاخيره ربما تخصيص طائرات تخصيص حتى 1000 طائره لن تكفي الجماهير الجزائريه التي تريد تنقل الى العاصمه المصريه ماشي غير ديدين كاين الاف ديدين في الجزائر منهم من ذهب الى تركيا راحوا لتركيا باش داروا الاسكان وعاودوا راحوا ربما توقع يعني اليوم حوالي حضور 25000 متفرج جزائري في ملعب القاهره لانه لو يتم احتساب فقط الجماهير الجزائريه التي تنقلت في اليومين الاخيرين اضافه الى الجماهير المتواجده في مصر. هذه الصور تاع غرف هذه صور غرف تغيير الملابس منذ لحظات كما قلت سمير لو يتم احتساب فقط الجماهير التي تنقلت في اليومين الاخيرين اضافه الى الجماهير التي لم تعود الى الجزائر بعد مباراه نصف النهائي اضافه الى الجماهير الجاريه الجزائريه المتنقله من فرنسا ومن قاره اوروبا باكملها اتوقع انه يكون توافد جماهيري كبير من قبل الجزائريين حوالي 25000 متفرج ضغط كبير سيفرضه الجمهور الجزائري في ملعب القاهره الذي يعرفه
يتسع ل 100 ألف متفرج. يتسع ل 100 لا لربما 90 ألف متفرج. بإمكانه استيعاب أكثر من 100 ألف متفرج. لكن لما نقول الجماهير الجزائرية تعرف ملعب القاهرة، المنتخب الوطني يعرف ملعب القاهرة، يعرف المعالم ملعب القاهرة، يعرف كيف يثير الضغط في ملعب الذي احتضن العديد من مباريات المنتخب الوطني الجزائري. نعم ماروك، فيما يخص الأنصار الدعم قوي سيكون سند للاعبي المنتخب الوطني اللي هم راهم في حاجة مسة لهذا الدعم اللي إن شاء الله يقدموا عليهم وما يخيبوش هذا الجمهور اللي تنقل باش يعطي أحسن صورة على الجزائر وأن يكون سندا للاعب رقم 12 فوق أرضي. ديجا اللاعب في مخوض يجاو يلعب خارج بلادو، يجوا فينال خارج بلادو، ديجا عباك سي موتيفاسيون دو فوار 20000 سبيكتاتور ولا 25000 كما قال خويا، سا دون بليس دونفي. وكما عودونا في المقابلات كانت اون باتاي سور تيرا، ان شاء الله اليوم كيشوفوا 25000 متفرج سترى اونكور بليس. نعم شيخ ما تشوفش ربما باللي اليوم نتحدثوا تقنيا فقط سمير، ربما هل الامر اللي يخوف هو التحكيم الافريقي في هذه المباراه؟نعم الحكم ربما من حسب الحكم الكاميروني اليوم يون ربما اللي هو من مواليد 1982 تحصل 10 دوليه 2008، ومعروف شيخ انه يصفر العديد من ضربات الجزاء في المباريات واشهار البطاقات الصفراء، هل هو نقطه سوداء في هذه المباراه ام لا؟ لا انا نروح لك نقطه واحده اخرى ما شرتليش ليها. الحكم هذايا نورمالمون هي بارزون الحكام البلد تاعو بارزون اون افريك. نعم سجل مش معقول هو جهة لازون تاع سينيغال يا ربي تاع سينيغال، حنا تاني كانوا قادرين يديروا لنا واحد مروك. تونسي ولا اكثر من هذا الشيء ولا مصري ولا مروكي جهتنا لازون تاعنا يا ربي تري سدير اسكو ايماجين توا لو كان واحد نقولوا مصر. قال الاونه الاخيره قريشه تاع مصر هو اللي راهو في الطوب. قال يديروا مصري قريشه راهو في بلادو ايتو والله ما هي يا ربي تري. مباراة نيجيريا حدث نفس الأمر، المدرب الغامبي باكاري غاساما أدار مباراة النصف النهائي أمام نيجيريا، ونعرفوا أنه غامبيا كانت في وقت مضى كان داخل في البلد تاع السنغال، ربما القرب الجغرافي تاع المنطقة يمنع على الحكام إدارة مباريات في مثل هذا منافسة. لكن بالنسبة للحكم الكاميروني بعيدا عن البعد الجغرافي، لكن معروف ربما ب نقولوا أخطاء الكثيرة في المباريات، أدار الكثير من مباريات المنتخب الوطني أمام مالي في التصفيات، أدار مباراة الوداد والوفاق الصيفي، ما أدارش تاني ما أدارش مش نقول لك ما أدارش نهائيات مارغري كيلا بارتيسيبي. المعلومات اللي عندي أنا لا بارتيسيبي بوتات في 3 ولا 4 كوب دافريك. نعم باسكو هو طبيعته ديجا سي تان ميليتير. ايوه في لافياسيون تاع ميليتير كاميرون عنده شخصيه، يعرف يتعامل مع اللاعبين كيفاش يهضر معاهم ايتو باسكو عنده مستوى اللي انستروي. مي ما ادارش مقابلات بالك او ماكسيموم كارت فينال ولا ويتيام فينال. لا سبق له ان ادار كان 2013 مباراه نصف نهائي بين الكوت ديفوار. ما هوش معروف يعني في نهائيات ولا قال كيما باسكو كي تشوف انت بارتيسيبي في كات كوب دافريك ولا يا ربي تري دومي فينال. نظن شيخ مانيش متاكد من المعلومه لكن نظن انه ادار نهائي. ادار نهائي ما هوش بونس با كان كصنف كأصغر مدرب في كأس العالم كأصغر حكم شارك في كأس العالم للأندية 2013 وكان عمره 31 سنة. هو عنده العديد من المباريات لكن هو بارتيسيبا في 4 ولا 5 كوب دافريك ديجا وقيل من 2013 ولا مش حال 2012 سا بارتيسيبي كومبيان 4-5 كي نحسبوا سيدير عنده خبره ولا. مي انا لو بوين اللي لفت انتباهي علاه من لازون تاع واللي حددت هذا السيل السكرتير هذيك اللي سينيغال هي اللي تتحكم هذيك كما نقولوا الكولسه على الكولسه دائما تفعل فعلتها في افريقيا دي فاهمو مصح باذن الله اون افي في الدومي ولا في الكار شويه تحكيم. نعم
كان شويه بارابول لينا تقنيه الفيديو الفار وكانوا كاينين المشاكل. ديجا في الدومي في نيجيريا شفنا صفر الحاكم مش على الفار ولا كانت لا بروفوكاسيون فير لي جوار. أيوة. شفنا لقطه ولا اثنين ديجا مع مبول حيتو هو بطريقه صح كانت لا بروفوكاسيون كان يبروفوكي في اللاعبين تاعنا كان اللي تي فيسيو باش نكونوا صراحه. ذكرت حاجه شيخ باكاري قاسما اللي راح يكون اليوم مسؤول على تقنيه الفار في مباراه الجزائر السنغال. الله يستر نقولوا ثاني الله يستر. لكن من هذا الشيء اسمح لي يوسف راح اللاعبين المنتخب الوطني لازم يكونوا رزان لازم يكونوا يعني خاصه نتحدثوا دائما على بونجاح اللي شفناه دائما يتنرفز لازم دائما يتحكم مع يتحدث مع التحكيم مع الحكم. اقول هذا المره نهائي الانظار ستكون مشدوده عليه خاصه وهو امام ضغط التسجيل ضغط للفرص اللي ضيعها لازم يفوتش هذيك تاع التفريط بين السرعه والتسرع والتحكيم او الحديث مع التحكيم. لاعبين بطبيعه الحال يعني محترفين عاد بونجاح وبن سبعين يعني لو تشوف بونجاح محترف لا اسمح لي هم كلهم محترفين مانيش نقول عاد بونجاح وبن سبعين اللي يتلاصقوا يعني فوالا مع الحكام يعني لو تشاهد في جل المباريات عندما يريد احد اللاعبين يعني يتفاعل مع حاكم ولا تلقى يعني لاعبين موراه يجوا يجبدوه يقولوا له لا يعني الفرق ما بين بن سبعيني وبنجاح. بن سبعيني نظن شيخ يستعمل حيله لكن بنجاح يحتاج اكثر من يستعمل حيله في المباريات يعني. لكن اليوم مطالب بتفادي ذلك وليد هو في نهائي بنجاح بالضغط كمل فقط عوده في خصوص الحاكم الكاميروني اللي راح يدير النهائي اليوم. كان عندنا اتصالين هما مع الحاكم الدولي السابق محمد بشاري جاز معنا في اخبار الكان. الاتصال الاول كان لما عين حاكم جنوب افريقيا فيكتور غوميز كان يعني عنده حساسيه نوعا ما من تعيين هذا الحكم قال انه 36 سنه ما عندوش خبره ويعني متسرع كثيرا في كاف لم يعلن على تعيين حكم يعني حديث لا في تويتر الصفحه الرسميه تويتر للكاف اعلنوا عن حسب ما قاله زميل رفيق وحيد اعلنوا عن ان على انه الجنوب افريقي فيكتور غوميز هو الذي سيدير نهائي كاس امم افريقيا وحتى انه يقول انه كانت له حديث مع رئيس الكاف لمدة 3 ساعات في آخر لحظة تغير الحكم تغير الحكم وكان فيه الحكم الكاميروني اللي زكاه سي محمد بشاري وقال بأنه حكم في المستوى حكم عنده كفاءة عكس الحكم الجنوب إفريقي يعني سألته لو كانت فيه هنالك كولسة قال انا مستبعد جدا هذا الامر لانه تعيين حكم يتم بوثيقه رسميه مراسله الحكام لجنه التحكيم تخرج بقرار ببيان تعيين حكم لكن حتى صفحه تويتر الرسميه اللي كان يعني صفحه عندها ميزان عندها يعني عندها وزن في كيف تصرح في الصفحه الرسميه لتويتر على انه الجنوب افريقي فيكتور غوميز هو اللي راح يدير النهائي في اخر لحظه تتفاجئ ويجي قرار كما هذا يطرح شكوك ويجي قرار على انه الكاميروني اليومنيون هو اللي راح يدير النهائي. نتمنى انه اللاعبين كما قلت باحترافيتهم راح يصيروا مباراه اليوم وراح يكون فيه يعني الفوز هو هو, هو هو تعقيب برك على الحكم الكاميروني. انا نسمع وليد يعني عنده مستوى تعامل مع اللاعبين يعني في طبيعته ديجا العامل الشخصي تاعو كعسكري تو فلافياسيون مي انا عقبت على لا زون لا هيك تجيبوا نوتر زون حاكم كان نوقف هذا الراي اي والله عليها لا زون سبيسيال مومنتم يا خويا جيب لي نوتر زون جهه واحده اخرى لي اربيتري يكون كيما الحاكم الجنوبي الافريقي ما راهو في لا زون هذه ما راهو في لا زون تاع بعيد كل البعد يعني المشاكل هذو حتى الرئيس الاتحاد الدولي انفانتينو لما حضر فعاليه المكتب التنفيذي كان تحدث على مشاكل الاتحاد الافريقي قال بصريح العباره انا يعني جيت لما قال اود ان المره القادمه لما اتي الى او احضر الى افريقيا لا اريد الحديث عن المشاكل ربما خاصه عن الفساد. الفساد معروف بأحمد أحمد في كل مثل هكذا أمور. في هذه المرة تحدث أنفانتينو وشدد اللهجة مع مسؤولي الهيئة الإفريقية قال لا أريد الحديث عن المشاكل من اليوم فصاعدا في إفريقيا. انظر أنه صراحة سامين لا أظن
عهدة أحمد أحمد ستتم في بعد الكان الإفريقي، لأنه الفساد والمشاكل الكثيرة التي عاشتها الكرة الإفريقية في عودته لا تعد ولا تحصى. خاصة سيبورساعيين سيبورساعيين للسكريتر هذه. نعم سيليغالية لأنه ستكون فترة 6 أشهر فترة ديريكتوار إن صح هذا التعبير لتسيير شؤون الكاف، خاصة كما قلت بعد ما ساعدناش ما ساعدش الجزائر أحمد أحمد لما تولى ما ساعدناش. سمع معلوماتي هو تهنى منها ملا فيفا باسكو كانت عنده عضو تهنى منها ملا فيفا حطاف فلاكاف. نعم ان شاء الله نتمنوا ان تعاود ما قدرناش نحطوا بهلول نعم بخساره بهلول اللي نتمنوا له كل التوفيق في المستقبل بحول الله. وقبل دقيقه من الختام ديدين كيف ترى ان يدخل هذا المنتخب الوطني هذه المواجهه بطريقه يعني متخوف يعني هجوميا مباشره يبحث عن الهدف منذ الدقائق الاولى، ام انه نشوف المباراه تذهب الى الوقت الوقتين الاضافيين وركله الترجيح؟ نو ليكيب مونتري ان فيزاج في البرومي ماتش يعني براتيك ان فوتبول مودرن يعني طريقه اللعب تاعهم كل الاختصاصيين اللي سواء في ليطونجي ولا هنا اكدوا عليها طريقه لعب حديثه مودرن يزون طام لي ماتش من الدقيقه الاولى يعني بطريقتهم. حنا نحاولوا نمبوزي لا استراتيجي تاعنا اللي متعودين عليها اللي لعبنا بها كما شفنا من المقابله الاولى. وقلت لك سا سباس سور دي ديتاي وشنو ان شاء الله تكون عندنا ليفيكاسيتي بارابور لي زوتر ماتش اللي جازو باسكو ضيعنا فرص كثيره. ان شاء الله اليوم نكونوا مركزين ان شاء الله ونجاح بوصولنا للنهائي ان شاء الله الضغط نقسلو باسكو التكلم كثير مع الحكام هذا الاحتجاج هذا راجع للضغط اللي عايشو بنقص الفعاليه امام المرمى. ان شاء الله وصولنا للنهائي هذا ديجا ان شاء الله راهو انجاز. وبالنسبه لينا ولا بالنسبه للاعبين وحابين يربحوا هذه المقابله ان شاء الله يكون نقصلوا شويه ضغط لانه لا روماركيت يا بوكو دوكازيون بارابور ا نوتر استراتيجي بارابور ا نوتر جو لي الكره الاخيره تكون عند بنجاح دوفون لي بوت سي بور سان. ان شاء الله نتمنوا تكون لليفيكاسيتي ان شاء الله وهذا ما نتمناه ان شاء الله ان يفعلها محاربو الصحراء في هذا العرس الكروي. تكهنتك يوسف شيكر حتى ان شاء الله نتمنى ان يكون ذلك. قلتها امس للحاج عدلان هدفين مقابل هدف المنتخب الوطني الجزائري. وليد مرزوق انا ما تكهنش تجيبوا لنا كاس افريقيا واحد نص بيت تجيبوا لنا كاس افريقيا وخلاص الفوز برك ديدين لانه كان نص بيت كما قال وليد معليش ديدين مشكور كل الشكر على حضورك معنا في كل مرة. نحن دائما نتعلم ونستفيد منكم وإن شاء الله دائما تنورنا الشاشة في كل ما نعيطوا في شهر. مرسي سامي الله تتقوم على بروشة إن شاء الله إن شاء الله نجيبوها إن شاء الله إن شاء الله نلتقي إن شاء الله بعد التتويج. يوسف شكرا لك. شكرا لك سامي البديل. شكرا لك سامي تقول تعود تعلبية نقول لهم صحيت نعودوا لا متعودش من عندي عندي أنا عندي الشيخ ديدين اللي معروف أخلاقه الكبيرة مدرب تقني وكفاءة جزائرية عندي أماني العريب وماريا ايضا اللي جابوا الباك وصحاب بادي كاين بزاف اللي جابوا الباك وايضا على الدين العيادي وليد العيادي محمد دي الله يرجي يوسف وسعاد وكل العمال التقنيين اللي مسهرين على لامين يوغي وماسي ويزيد ديال فلالوم هذو كاع اللي راهم اليوم من نصر المنتخب الوطني. شهر بادي تحيه شهر عديدي تحيه خاصه يعني نحيو كل الزملاء اللي كانوا مجندين منذ انطلاق الكان حتى اليوم ايضا ابراهيم اللي راهو في البث والارسال اللي راهو يتبع فينا اللي راهو يزيد دقيقه من وقته. ان شاء الله نشكروا كل الزملاء اللي سهروا وجندوا لهذا الحدث ان شاء الله ان يكون ختامه مسك بالتتويج بكاس الافريقيه الثانيه بهذه الاغنيه ان شاء الله ان تكون مربوحه وفي الخير على الجزائر 1 2 3 ديفا راجيري عطيك يوسف